رحيم كريم وبديها وعلي كاظم، وعلي كاظم هيرفع هيرفع يا ولد يا ولد، واول رفعه لعلي كاظم وفلاح حسن يحطها بالهيد، انما بره الملعب اوت، وضربه مرمى لصالح الكويت. جدي دبلس عزيز اديها لهادي احمد، وهادي جنب منه علي كاظم هيرفع كاظم وعل، والطرابلسي خطفها من قدام كاظم، نجبل لدبلس عزيز ودي يرفع علي كاظم بالهيد لما بره الملعب، رندريهم يرفع وحين كريم يرجع فلاح حسن علي كاظم اوبا يا ولد، خلك الجمهور اللي في المدرجات هات شوف عدلان ازاي هاديه كده بالهد على طول مصلحه من فلاح حسن، شوف شوف قذيفه، شوف فين فين ماشي على طول، هيشوط علي كاظم شماله رفع ايده اهو، شوف رفع ايده ضربه حره غير مباشره ورفع اوبا يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا حسين يا ولد يا حسين، مش معقولة شوف فلاح وفي الجول الفاضي وبيلعبها لوب ورا الحارس ونص حسين محمد، حسين محمد أربعة، يا سلام وأنقذ الكويت من هدف أكيد، ويشنكل علي كاظم ويشنكل علي كاظم في حمد بو حمد وفاول أحسن من الكورنر، يا سلام يا ولد يا فلاح، ولد ذكي جدا جدا جدا، لقى الترابيز طلع له ام لعبها لب من فايد وبيت لعب الكوره يشتتها الكويت، ورحيم كريم يرفع تاني انما الترابيز كاظم وعل وكاظم اوبا لهادي احمد وقذيفه عراقيه بره الملعب، دبلس عزيز يدي عادل خضير على شماله، عادل خضير ماشي زي ما بيقول فاروق ابراهيم اهوت، هدي فاروق ابراهيم ويرفع ورفع يا ولد يا سلام يا ولد يا فلاح يا ولد يا فلاح يا ولد يا محبوب، فلاح حسن لعبها بالهيد على رجل كاظم وعل، انما محبوب جمعه ينقذ مرماه من هدف ثاني، محبوب جمعه شوف 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 فلاح يلعب ازاي، شوف فلاح بالهيد يلعب ازاي، راح فين شوف فين، ادي كاظم وعل انما محمود جمعه حسين يرجعها وصباح عبد الجليل ويخش عادل خضير هيرفع وكاظم وعل مستني لا ما رفعش ودى لهادي احمد وهادي احمد صباح عبد الجليل انا قدر هيشوط 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 نزل على الكوره هيشوط انما يخطف على الدفاع عاوز يفوت من اربعه حاطط اثنين اهو لسه ما زال حاطط اربعه في خط الدفاع واربعه في خط الوسط واثنين في خط الهجوم علي كاظم عادل خضير يرفع يا سلام يا فلاح انما يقع فلاح وياخدها دفاع الكويت وتاني لهادي احمد هيدي الوجود يا ولد يا ولد اوبا في الجون في الجون صباح عبد الجليل صباح عبد الجليل في الجون فلاح حسن يجوطه ترجع لصباح عبد الجليل يقول لك اي كوره ترجع من الدفاع خطيره جدا ترجع لصباح عبد الجليل ويحطها في الزحمه اللي فات قدام الجون وبترجع دي الكوره اهي رجع اهي رجع اهي رجع وراح لها صباح عبد الجليل اوبا في وسط الزيطه والزحمه وتمشي على طول جوه الجون والجون الاول لفريق العراق
كنت لسه من شويه بقول لكم ان الكويت بيلعب بطريقه دفاعيه 4-4-2. ليه؟ خايف من العراق. العراق فعلا ضغط 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 في الشوط الاول. الدخيل وجاسم يعقوب بس هم الفراوده اللي قدام. خط الوسط سعود محمد، حمد محمد، الحوطي، ربرين، وهذه الثانية أنا، ومرجع عبد الخضير، ومرجع عبد الخضير، وهيرفع، وهيلعب بالعكس، وشاف إنما تيجي في رجل بريهم وتطلع رمي التماس، عبد الخضير خلع حسن، عبد الخضير طلع يرفع، ورفع ويرجعها ثاني، بريهم، أوبا عبد الخضير عزيز، هيعملها، أوبا كده بعد اوبا جول 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 علي صادق جول جول علي صادق الجول الثاني للعلاء جول جول علي صادق الجول الثاني للعلاء وهاجس المدرجات طب نزل الجول مشجعين للعراق لا مش المشجعين ده الفريق الاحتياطي والمدربين ومساعدين المدربين وقف قدام الحقيقه ربع ايه محمد ويرفع ورفع اوبا وحط الجول الاول للكويت وحط الجول الاول للكويت جاسم يعقوب تفوت من الدفاع اول ما تفوت من الدفاع تلاقي المهاجم يقول لها انا هو مستنيكي وحطها جوه الجول جاسم يعقوب يحط الهدف الاول جاسم يعقوب في الدقيقه 10 العنبري طويلة قدام لازم يعود لازم يعود رجع ورا يا ولد يا ولد يا دخيل يا ولد الجول الثاني الجول الثاني فيصل الدخيل شوف اي غلطة والجول الجول جول 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 ما يعود يرجعها فين المدافع اتعصر حتى فيصل الدخيل جول 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 الجول الثاني للكويت واثنين اثنين 2-2 علي كاظم ملحقش العراق يتهنى بالهدفين اوبا انما يرجعها محبوب وفاول وفاول ويروح علي كاظم ومدبل فرطوس هيرفع ورفع مدبل اوبا توصل علي كاظم اوبا يشوفها انما معاه مين شوفهم جاسم يعود راس الحربة في الكويت راجع يدافع هتسعى راجع يدافع ضربه ركنيه ثاني من ناحيه الشمال وضاغط العراق وابع علي كاظم وتوصل الكره ورا هناك حاولنا احنا نلعب قدام العراق بخطه دفاعيه طلع حسن ما عملش حاجه خالص في الشوط انما طلع كوره نزل احمد صبحي ارتد بسرعة الكويت هجمة على الكويت ارتد بسرعة على العراق اوف 15 علي كاظم ادي احمد وادي احمد ده شوطه قوية اوبا شوف قنبلة بقولك شوطه قوية وقنبلة على طول فوق العارضة دخيل وقام اهو وفاول لصالح العراق لعبت على طول سريعة لعلي كاظم واحمد صبحي خد مكان وقول له العب العب يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا كاظم يا ولد يا ولد يا طرابلسي ورفع ويرجعها يا ولد ترجع الكره من الدفاع لفيصل الدخيل يشوطها في الزاويه الشمال انما معاه رعد حمود رعد حمود شوف شوف رعد حمود ايده معاه على طول وطلعها ضربه ركنيه هادي احمد وبالعرض بكرس عزيز وقدام علي كاظم وهيرفع انما شاف امسكها الطرابلسي هو بيمين امسكها الطرابلسي حسب سعد للسعد الوقت الاصلي خلص وهدي احمد يهاجم وهاجم وهاجم فرصه يمكن للعراق ويطلع برا الملعب شوطه وحشه برا الملعب يصفر حكم المباراه وينتهي لقاء اليوم بتعادل العراق والكويت 2-2